إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تُقاتِه، ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربَّكم الذي خلقَكم من نفسٍ واحدة، وخلقَ منها زوجَها، وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا ووالدينا وأحبتنا وجميع المسلمين من النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، ولا يخذلنكم الشيطان في تربية أبنائكم، وخذوا بين الحب وبين الحزم لكي يكونوا صالحين في مستقبلهم. عباد الله، في الخطبة 25 من سلسلة مداخل الشيطان، نتحدث عن مدخل يدخل منه الشيطان على العباد، وهو مدخل الخوف على مستقبل الأبناء. هذا أمر جبلي، الخوف على الأبناء والخوف على مستقبل الأبناء خوف مطلوب، لأن كل إنسان مجبول ومفطور على حبه لهؤلاء الأبناء، فهو يعيش بين المحبة والخوف، بين المحبة لهؤلاء الأبناء ومحبة مصالحهم، وبين الخوف على هؤلاء الأبناء والخوف على مستقبلهم. لكن هذه المحبة وهذا الخوف ينبغي أن يكونا منضبطين بانضباط شرعي، فلا تجعلنك محبتك لأولادك تترك لهم الحبل على الغارب، ولا يجعلك خوفك على أبنائك تأكل لأجلهم الحرام أو تأتيهم بالحرام، وإنما ينبغي أن تكون هذه المحبة التي تحبها لولدك أو بنتك محبة منضبطة بالشرع، وينبغي أن يكون هذا الخوف الذي تخافه على ولدك أو على بنتك أن يكون هذا الخوف منضبطا بالشرع. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبدأ في تربية هؤلاء الأبناء وتخليقهم وتأديبهم وغرس القيم في قلوبهم منذ نشأتهم، منذ ولادتهم، نربيهم على الصدق والأمانة، نربيهم على أداء فرائض الله سبحانه وتعالى، نربيهم على احترام الآخرين، نربيهم على احترام الجار، نربيهم على احترام كبار السن، نربيهم
على احترام العلماء، نربيهم على احترام الأساتذة والمربين. عباد الله، إننا اليوم في مرحلة جديدة، نبدأ عاماً دراسياً جديداً، فينبغي أن نحسن الانتقال بأبنائنا من مرحلة كان يطغى فيها الكسل والدعة والفوضى والألعاب وغير ذلك مما يصلح ومما لا يصلح، إلى مرحلة حياة الجد، إلى مرحلة نور العلم، إلى مرحلة روح المثابرة وحب القراءة وحب التعلم وحب المدرسة. لأنك إذا لم تحبب إلى ولدك هذه الأجواء ولم تسعى إلى غرس حب المدرسة وحب التحصيل وحب التعليم وحب المعلم وحب رفقائه وزملائه من المتعلمين، فإنه لن ينفعك ولن ينفع نفسه. وهذا يحتاج إلى التوسط والاعتدال بين الحزم والحنان. الحنان الذي يدل على الرأفة والمحبة والألفة، وبين الحزم والجد الذي لا يعني القسوة، لا يعني القسوة والشدة والغلظة، ولكن الحزم أن تعرف كيف تضبط لهذا الولد وهذه البنت برنامجه اليومي، برنامجه الدراسي، برنامجه اليومي في المدرسة، في البيت، في الكتاب. ونحن والحمد لله في هذه المرحلة تفتح فيها الدراسة حضوريا، وستفتح إن شاء الله تعالى مجموعة من الكتاتيب القرآنية بشكل حضوري، وستفتح كذلك برامج محو الأمية للكبار. فنحن في مرحلة جديدة التي قد نسميها ما بعد كورونا، نسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا الوباء وأن يرفع هذا الهم وهذه الغمة، وأن يوفقنا للأخذ بالإحتياطات والإحترازات لكي لا يستمر معنا هذا الوباء طويلا، ونكون إن شاء الله تعالى جديين وعمليين. ها نحن والحمد لله نصلي في بيوت الله، ونصلي جماعة في بيوت الله، وفتحت المدارس أمام أبنائنا ليحضروا دروسهم بشكل حضوري، وفتحت الكتاتيب ليحفظ فيها أبناؤنا كتاب الله تعالى حضوريا، وفتحت كذلك برامج محو الأمية ليتعلم فيها شيبنا وكبارنا ما يربطهم بخالقهم وما يقرؤون به كتاب ربهم. فعلينا أن نستفيد من هذا كله، من هذه النعمة، والحفاظ على النعمة يكون بشكرها، لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن شكر هذه النعمة ألا ننسى أن هذا الوباء لا يزال بيننا، وأن نأخذ بالاحتياطات والاحترازات في مدرستنا، في بيوتنا، في مساجدنا، في الأماكن التي نتعلم فيها، وفي أسواقنا، وفي أينما حللنا وارتحلنا. والحفيظ هو الله، والحفيظ الذي يحفظنا هو الله، الذي ينبغي أن نحرص عليه لكي ينجح أبناؤنا، ولكي يكونوا نافعين لنا في الدنيا، ونافعين لنا في قبورنا، وأن يكونوا نافعين لنا يوم لقاء ربنا، أن نكون وسطاً بين الحب والحزم. تذكروا معي حائين، تذكروا حائين بين الحب والحزم. الحب الذي يجعلنا نتودد إلى أبنائنا ونقربهم إلينا، نقبلهم، نعانقهم، نطبطب على أفئدتهم، نشعر بما يشعرون من آمال وآلام، هذا الحب. والحزم الذي لا يجعلنا نطلق الحبل على الغارب، كما كيقول المغاربة نشدوا العصا من الوسط، نشدوا العصا من الوسط، بمعنى أن نكون يعني جديين وقت الجد، ونترك لهم فسحة في غير وقت الجد. وهكذا يعني يكون التوسط والاعتدال في تربية أبنائنا، مع الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، لأن
المخلوق لا ينبغي أن يستغني عن الارتباط بخالقه سبحانه وتعالى، كما ندعو لهم يدعون لنا. نسأل الله تعالى أن يصلحنا وأبناءنا وجميع أبناء المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب تحفة المودود في أحكام المولود، يقول: ومما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه، الاعتناء والعناية بأمر أخلاقه، كما نعتني بأمر تعليمه وعلمه لأمور الدين والدنيا نعتني بخلقه، نعتني أن يتعلم اللغة العربية، وأن يتعلم اللغات، وأن يتعلم الفيزياء والرياضيات، وأن يتعلم كل ما ينفعه، ولكن أن نعتني أشد الاعتناء بخلقه، فإنه ينشأ على ما عوده المربي في صغره من حرض وغضب ولجاج وعجلة وخفة وطيش وحدة وجشع، فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك. تأملوا كلام هذا الإمام رحمه الله، يقول لك يعني أن هذه الأخلاق كيشوفها الولد في البيت، يعني وإذا نشأ عليها ويراها بين أبيه وأمه يراها يوميا، فإنه ينشأ عليها ويصعب عليه أن يعني ينزعها من قلبه وتؤثر عليه في حياته، فتكون هذه الأخلاق التي يراها يعني في بيته يعني من غضب ولجاج وملاجات وعجلة وطيش وحدة وجشع، كل هذه الأخلاق يراها ويستشربها، وبالتالي لا يستطيع أن يتخلص منها في كبره، وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات راسخة فيه، راسخة له، ولا يمكنه أن يتخلص منها. إذن لا بد أن نعتني مع التربية بالتعليم، لأن الخطأ الذي يقع فيه الأباء يقول راه التربية في الدار والتعليم في المدرسة، وهذا غلط. التربية والتعليم في البيت والتربية والتعليم في المدرسة، وينبغي أن يكون التعاون بينهما، أن يكون التعاون بين الأب والمدرس والمدير والأم وجميع الأطراف، كي يصلح هذا الابن وهذه البنت، فنربيهما ونعلمهما في البيت ونربيهما ونعلمهما في المدرسة. إذا ليكن شعارنا معاشر الأحبة في هذه المرحلة التي بدأت شعارنا العلم، العلم والعلم ثم التعلم والاجتهاد، فنسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا البلاء الذي مس الأجسام ومس العقول. هذا الوباء راه ماشي مس فقط الأجساد والأجسام، راه مس حتى العقول. ضعاف الحفظ عند الناس، وضعاف العلم عند الناس، وضعاف التعلم عند الناس، وضعاف الإقبال على القرآن عند الناس، وضعاف الإقبال على العلم عند الناس. فنسأل الله تعالى أن يرفع هذا البلاء، ماشي ترفع على الأجسام وترفع كذلك على العقول. والحمد لله تعالى، أسأل الله تعالى أن يبارك لأبنائنا في هذا الموسم الجديد في دراستهم وتحصيلهم، وأن يبارك لشيبنا في هذه البرامج التي تفتح من برامج محو الأمية. وأختم بصدقة من أجسادنا وتفتح في هذا المسجد بعد صلاة العصر، وهي الصدقة بقطرة من دم، كذلك من المخلفات، من المخلفات ديال هذا الوباء، أن المركز الوطني لتحقن الدم يشكو إلى نقص وخصاص كبير ومهول في فصائل الدم. والحمد لله فتحت يعني حملة جديدة بإذن الله تعالى تبدأ في هذا المسجد بعد صلاة العصر، غادي تكون إن شاء الله تعالى يعني حملة ديال تحقن الدم. فمن يسره الله، من يسر له الله تعالى ووفقه الله تعالى، فليحضر فيها وليساهم، وليكن إن شاء الله تعالى ممن يتصدق تحت قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه القطرة ديال الدم، أو هذه القطرة ديال الدم اللي غتساهم بها، لعل الله تعالى ينقذ بها واحد الروح، وتكون أنت ممن أحيا نفسا، ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. أسأل الله تعالى أن يشفينا وأن يشفي مرضانا، وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واغفر لوالدينا وارحمهم،
ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم من فقدنا من أحبابنا ومن فقدنا من أقرابنا أقربائنا ومن فقدنا من المسلمين بهذا الوباء وبغيره فارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر لوالدينا وارحمهم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن كافة الصحابة أجمعين وعن جميع أتباعهم إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أوردنا حوض نبينا واسقنا منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم من كان منا مريضا فاشفه، ومن كان مبتلا فعافه، ومن كان مهموما فأزح عنه همه. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم وفق حكام ولاة أمور المسلمين لما فيه خير وعزة الإسلام والمسلمين. اللهم وفق وأعن ملكنا محمد السادس لما تحبه وترضاه. اللهم أصلح به البلاد والعباد. اللهم اجري الخير على يديه يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي العهد الأمير مولي الحسن وسائر الأسرة الملكية يا ذا الجلال والإكرام. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.